هوايه. اي نعم سويها عشانك والله. سو الله يعز شانك يا ربي. بالدوري دقيت لك على قرقنج، هذا قرقنج قذرنج يعني قذرنج. اي هذا دقيت على قرقنج ايش اسمه؟ اي قذرنج. شوف الاسم سهل، وانت تقول دق وانا دقيت ما حد جرتي معاكم على إيه؟ على برنامج قاضي عشان الخطوط بس مو اكثر. من عيوننا خربان يمكن من عيوننا الثنتين. هو ماكو شيء خربان ان شاء الله، بس مرات يصفي عندنا يعني شويه الموضوع. انا ابو عبد الله عندكم شلون؟ ابو عبد الله بشتكي عليه عندكم. لا 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 عيالي. لا 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 خلي الشكاوي على صوب. سلمي لي على ابو عبد الله. عبد الله موش وخلاني اولي. اي اي إيه انت قلتي لي اليوم. اي اي كلا لموش وعيونه ترى قاعد القى. انا ما ادري قاعد اخبي. لا مكرمه يا غالية يا غالية يا غالية يا اغلى متابعة عندنا برنامج سفرتنا. حاب اقول اسمع سوالفها ترى قاعد تسولف. انت مو قاعد تسمع. قاعد اسمع والله قاعد اسمع. اي خلنا نسمعها. قرعته بلومية سوداء علشان يوكلني موش عاد جاب لي عقب ان شاء الله. اي انا قبل كنا بلندن ايام طيارة بنكة. اوكي شلون؟ قبل ذاك الوقت نروح نحط 53 سنة مبطي نروح إيه؟ حق لندن إيه؟ واشتهيت موش إيه؟ وقعدت أغني. طبعا مو مني أنا، قصيدة أحد ثاني ما أدري ماله وغني إيه؟ أقول موش إيه؟ باري حالي ومن فوقه يصبوني قاصراي أخوكي رزياني والطماطة شاجع اللوني يا شغل علي يلا أطب الحشى الغالي وهل لندن ما يذوقوني. عبدالله عبدالله بس حاب أقول لك شغلة. مخرجتنا شريفة إيه؟ العمران حيل 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 تحبك وتسلم عليك وايد. يسلم عليك كلهم والله كلهم حبوش. ترى أمس ما ردينا عليك لأن ما نبي. لا لأن ما درينا أصلا ماكو أحد دخل عليكم لأن ما أدري الكمبيوتر خربان ما أشوف قصة. بس يمكن كمبيوتر قرقين مو خربان. قرقين لا مع صوتي ما جاز لهم. حطهم رقم ودرش هذا وطرشهم رقم ماكو صوتي قفولي بيّن مقرمة مبين. لا معروف الحين عندنا صوتي يا هولي روح أسوي لهم قرقين غرد معاهم. أنا أسوي نفس الصبايا وين حاضر. من عيوننا الثنتين من عيوننا الثنتين إن شاء الله رغمت موجود عندنا إن شاء الله موجود رغمت عندنا. الله يقول لكم في الهوى هواية إن شاء الله حبايبي في رعاية الله يمه. بعدين بدقلك انا الحين عندي رقمك ام عبد الله بدقلك تقولي لي هذه مالت لموش بنكتبها. اي اي الاغنيه اي مالت اهل لندن ما يذوقونه. اي ان شاء الله ام عبد الله سوينا طلبك اليوم اللي هو مرقه الهوى. شنو في شيء ثاني حابه تسوي لك؟ شنو في شيء ثاني حابه تسوي لك؟ بعرف هذا يسمونه خبز عروق الاول بس بدون لحم بدون شيء. اي 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 نسوي ان شاء الله. اي بس شلون يسوونه قولوا لي. توماتيك اقول حق هالكمية خلي يمك. اوتوماتيك لازم توماتيك. ام عبد الله شوفي خبز العروق له ألف طريقه وطريقه كل واحد يسويه على كيفه. ايش رايك في يوم من الايام انا اسويه وام عبد الله وام احمد تسويه ان شاء الله ومع بعض نسوي مع بعض ان شاء الله. حبايبي على عمركم طويل ونشكر قناه مشكور ام عبد الله فيكم منها معلومات ومنها وناسه. اي والله اي والله معلومات وناسه على عمركم طويل عمر عمرك يا رب الله يطول لك. مشكوره يا ام عبد الله مشكوره عزيزه وغاليه والله. مع السلامة مع السلامة. ايه شنو قاعد تسوي ابو بدر سعد؟ عندنا الفرقاعة. زين بس الحين مع المكالمات انا اثناء مكالمته مع عبد الله بس ضفت ماي ومعجون طماطم زياده لان شفته خفيفه وانا بقط هذا الربيان ما اقدر اقطع على مرقه خفيفه فخليت بس الماي. لو بعد اقول اشوفك تقريبا تقريبا حطيت لتر ونص. لتر ونص يعني حول ست قلاصات. ما حطيت قلاصات واخليه يطبخ لين يذوب الطماط. لا شفت الطماط ذايب ذيك الساعه اقطط الربيان وهو يغلي. لا تقطون الربيان والمرقه ما تغلي راح يتفلل معاكم. فانا اخليه يغلي على ما نخلص بسعد شغله. ماكو انا فرقاعه سهلات. اي خلصت الفرقاعه بديش على المرقه الحين فهو ايه؟ يغلي والمرقه تغلي بس تحطين كور الربيان تمسك على طول. اي من تحوش النار من تحوش النار. ابي اعطي معلومه على الثانيه عن البصل. قولك تقدر انك تسوي فيها شمعه. شمعه
يا ساتر شمعة بصل تبي شمعة بصل بس مو هالبصل البصل الأبيض إيه تقدر إنك تنقع بماي وخل إيه أنا ترى ما ملك وبعدين فتشة وتاخذ الطبقة اللي من فوق لا تكثر لا وتحطها زين بعدين تحط الشمعة الصغيرة بدون ريحة بدون ريحة طبعا لأن كنا بنقعها قبلها بيوم بحر ليمون شمعة بصل زين إيه فتشوف سبحان الله لانها تصير لك شفافه إيه؟ البصله فلما انت تفتح الشمعه تطلع لك نور من ورا ومن فوق كله يطفي طيب لك جدر حق يوم رجع طافني شيء والله يلا شوف طيب بس ايش كبر الجدر يعني قد خضرتنا ورحنا ترى شويه من كل شيء شويه صارت وايد تصير وايد احط لك هذا اللي هو لا وايد وبعدين ام حمزه راح يدوب خضرتنا ما راح تنشف بعدين وتيبس ويصير لونها لا تخليها انا انقل هي طبعا النور يطلع من فوق اي إيه؟ والنور تشوفها بالجوانب وهي ناشفه يعني تشوفها لما تخليها كذي تصير لك مدوره بالضبط انزين إيه؟ تحط الشمعه من داخل دير بالك سامع ام احمد بشمعه البصل ها شمعه البصل لا ام محمد عليها افكار عجيبه طيبه توينسك شايفه لما نلقى مثلا بمحلات الاثاث كذي الطوس الصغار اللي نحط داخلهم شمع اي علشان ينور اي اي داير ما يدور احنا لا شمعة الخلاني هذا مو بصل تقدرين تسوي فتقول يعني نجيب البصله البيضه الكبيره اي ونشيل اللي داخل بس قشرتها اللي برا ونحط داخلها الشمع عقب ما ننقعها بالماي والخل تجي مني ام محمد تصير مثل الطاسه الصغيره البصله نزلناها ام محمد وام محمد هني راح ودي والله انت تكملين تبون خضره تبون شيء اقص لكم كزبره تبون اي نبي اقص إيه. تفضل طال عمرك عاد شلون اشوف اي هني المشكله اي هذه المشكله هالمره حطوا لنا شيء عشان زين لا احنا لازم اذا اجيب لك الجدر من إيه. تشوفين على العين اللي ايوه اي بس خلنا اشب الشوره الثانيه ايوه يلا كذي سامي هالكذا تبتدي عاد الحين الفورمه القويه الكبار شوي شويه كبار اي نفس شدي. طريقه ام احمد كذي اكبر ايوه كذي ايه. نحمر البصل ايه. نخلي طبعا على ما يتحمر شويه بالزيت اي ايه. يبيله شويه خلينا ودي على النار القويه ايه. شوي وارجع ايه. عشان تتحكمون ايه. سامي اكسي انا احب الناعم الفرام الناعم لا مو كل شيء لا هو الفرام الناعم احنا قلنا كل ما فرمت الشيء كل ما اخذت قيمته الغذائيه ايه. ادري بس ايه. بس بالنسبه للمرقه انا احبها ناعمه ليش ما احبها تبين حيل ايه. لا بالمرقه انا احبها كذي يعني خيوط شنو تبي اقص لك ما دام ديني فيها السكين نبي هالباجي هذا بس لا كذي حلوه ايه بس طبعا مره ثانيه ايه. محمد لازم ننوه انه مو كل خضره تستوي بنفس الزمن صح بالضبط شنو ننزل اول بعدين شنو انا قاعده اقول لك احنا نحاول ان يعني صدق هي قديما وكانوا اهالينا ما كانوا يعني يحطون بالهم على القيمه الغذائيه انا في اي مرقه لما اسكر ايه؟ عندي الجدر ايه؟ خلاص اي اخذها وانزلها الخضره هذه هذا ايه؟ هذا اسلوبي انا ايضا ايه؟ على طول بالقفله لازم في خضره فريش ايه؟ نازله ونسكر عشان ما تطبخ حقي وحقك شويه حلو لا تكتونها كلها لا بناخذها انت روحي دبري نفسك لا يا ابو مالتنا انت سلف منك شويه زين متى حطيتي من هذا هذا عجيب بالأخير بالنهاية ما حطيت بعدي ما حطيت الحين نظرة المرقة تغلي على أساس تحطين فيها إيه. أنا إذا ما غلت وما نضى الطماط لازم الطماط يذوب إذا إيه. ما ذاب ما يصير ما تحطها أي هي كذي خالصة يعني 10 دقائق 15 دقيقة خالص الربيان بسرعة ينضى ما ياخذ وقت صح ياخذ وقت حلو فحالاته كذي وآخر شيء راح أحط عليه بعد اللحم شوية زعتر مع باخذ منهم قبل لا يشيلونه عني أيوه. شوية كزبرة هذه بالنهاية بالتسكيرة أسكر وقت أوكي أي. شنو صار وياك أنت أبو سعد؟ ما أكو سلامة بس قاعدين نحمر البصل ننطر البصل التحمر أيه. حلو وبعدين عاد بعدين عاد نبتدي نحط الخضرة كلها أوكي مع بعض أم أحمد نعم يبي لنا صبارة حق هذه إي ذكرتني حتى أنا اللي صبارة إي
شوف بصجها باقت كزبره. اي لا خلها باقت مني هذه الغاليه وما احد يرفع عليك ما يخالف باقت بس الحين ايش حقها باقت بخليها انا ما ياثر انا كنت اصلا بخليها انزين مشاهدينا بس ما شفتوا ابو سعد انا لقيت هذا اللي انت بكتي مني برجعه ماذا رايك انا بمرسها كلها اي احسن واعطيك نص ايوه وانت تاخذين النص خلاص ابتدي الحين خل ركز بس بالام عقل لان الوقت قولي ابتدي الحين عاد نحط الخضره كلها اوكي ما تبين نسبق الاول مو الطماط قبل لا الخضره كلها كلها انزل كلها نحطها نزل لحظه ما في هذا ما فيها ملح ما في شيء قبل شيء ما في عوده ما في شيء قبل شيء ما في لا ماكو شيء قبل شيء نبتدي نخليها شويه نحمرها والطماط متى؟ الطماط عاد بعدين خليها شوية تحمر نعم. وبعدين نحط الطماط نقصر على الشولة شوية ايه؟ ونحط البهارات والثوم؟ والثوم نحطها نحط الثوم مع الطماط ممتاز يلا من بعد إذنكم مشاهدينا نفس ما شفتوا اللي اتصلوا نبيكم تتصلون سينا وأس على رقم الشركة التابع لها خطك أو على سفرتنا نفس ما مبين عندكم بعد شوي راح يطلع تحت الشاشة الأرقام أو على سفرتنا بالعربي أو بالإنجليزي بالفيسبوك هذه صفحتنا تكتبون لنا اللي حابينه واللي تعملون فيه فأقول أبو سعد ما عندي الحكي اليوم حق الأساتذة الكبار حق النجوم محمد المطبخ ما شاء الله لو نمرقتنا إيه نمرقة قاعد تطبخ تطبخ بس الطماط لازم الطماط يدوب ويكون دايب يعني يبين انه خليني اشيك عليها انا ما بي قطع لا تبينه مستوي عدل اي دايب عشان بعدين لا حطيته يبي له شويه معاه اكثر يبي له شويه اي بس خلينا نذوق الملحه لا تنسى ان ملحين الربيان ابو سعد اهم شيء متى ملحنا الربيان انا ملحته حطيناه متى هني هذا وانا عين الربيان ايه ملحته اي بس هاي كلش ناقصه ملحتها زيد شوي محمد تبي تذوق الملحه مشكله قياسك بالملح اذا لا 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 انا عدوه الملح زيد فحتى لو ما اخذ بقول لك مالح هذا هذا لنا وهذا لك هذا ربيان نبتدي الحين لا يبي لها شويه ماسخة ما تسمعون الكلام ماسخة بس انا قاعدة احس بحساب الربيع هذا الحين اذا بيحط ايش كثر حطيت لا تحط وايد لا تحط وايد اوب اوب لا تحط وايد 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 لا 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 انا اتحدى يا جماعة بس هذه قشمرة لا ما شاء الله والله امس حط لي وخفت منه ضقته ولا بين طبيعي انزين نفس ما سمعتوا هذا سبارتك وهذه سبارتنا لحظة 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 وهذا معجونكم نبي طماطنا الحين ابي رايج كعب الطماط المعجون ابي رايج بعد مره ثانيه الطماط المعجون وعندك الثوم ينن معقوله ينن ينن بالضبط بعد مع الصبارة حط الصبارة اي راح تساعد بعد تين عجيبه تصير يلا انا بحط هني الطماط حطينا الصبارة حطيت الصبارة الحين اي اغطيها عشان بعد تكمل طبخ اي قطها شوية يبي لها عشر دقايق وقت انا الربيان يبي لنا الطماط والثوم كاتب بعد في كم قطعة اوكي فضلتهم. هذا الثوم ايش كثر انزلك بالثوم؟ يعني قفشة من عندك اي بس هذا عشان بس علشان هذا المعجون زين معجون الطماط بعدين ونبتدي الحين بعد زين نبتدي عاد الحين بالبهارات نعم ايه امريني شو تبي من البهارات؟ بنغطيها عندنا الفلفل الاسود الفلفل الاسود والكركم والكركم كاهو ايه بس والبهارات هم البهارات شو البهارات؟ بهارات حق بهارات الخضره لا ما عندي انا ما عندنا مخلوق كله بروحه بس كركم كمون كزبره عندك كزبره لا 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 بس ما يطلع لا هني هذا بودره زياده ايه لا ما حط بو سعد اشيك بعد اذنك بو سعد بس بس اشيك بس على مرقتي ملحه ولا شنو؟ لا لا بس اشوفها ابي اشوفها انا مش هي من تطلع دهنتها اي بي معروفه اي من تطلع دهنتها من فوق معناتها نظت المرقه امسك قط ربيعي خلطها شويه علشان الطماط هي تبينها تبيله الطماط عشان اي ان شاء الله
زين الناس ما سمعتوا قبل شوي يانا شكر خاص وايد كبير من ام عبد الله، مو ام عبد الله اللي اتصلت، لا ام عبد الله مشاهده ثانيه، ف مشكوره ما حابه تطلع على الهواء يمكن لانها مستحيه شويه. ابو سعد انا اعذرها اختنا ام عبد الله وانا اعتقد انه يعني هي تتواصل معاي بالواتساب او شيء كذي، لان دائما اقول لها اتصل تقول لي ما ابي اتصل، فيمكن هي يمكن هي اوكي. فتحياتنا لها اختي مع عبد الله، ترى طباخه فنانه سامح عنها. تحياتنا لها. نعم طباخه فنانه، وتناقشني في امور نحط هذا قبل هذا ونحط ما شاء الله عليك.